المؤتمر الشعبي العام لا زال بمعظم قياداته وقواعده موجودا في الداخل، وهو التنظيم الأكثر فعالية. صحيح في عناصر من المؤتمر وفي عناصر من هذا الجهة وتلك، يعني خرجت أو تمردت أو أيدت العدوان، هذه عناصر لا يمكن يعني أن تصنع فعلا السلام. السلام فعلا تصنعه كل القوى الحية. طيب. الحوثيين بتكويناتهم هو موجود في الواقع. طيب. ونستطيع أن نتجاهلها أو طيب. نقول لا 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 أنا لا أتحدث عن تجاهل أحد، أنا أتحدث عن ميزان المؤتمر الشعبي العام في الداخل في زمن سلطة الأمر الواقع. المؤتمر الشعبي العام لا زال حيا، وكل الدلائل تؤكد على هذا. وفي آخر عملية انتخابات تكميلية المؤتمر كان هو الأول، وبالتالي فإننا فعلا لا نستطيع أن نقول إن المؤتمر انتهى. انتهى أفراد يعني هم خرجوا من المؤتمر ولكنهم لا يمثلون المؤتمر.